السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله تقليعه لولايه البليده اكزاكت. رانا هنايا في الشفه، يعني بديكوريت بلاصه قلت هي الزميل لازم نزورها معكم. يعني انا كانت هذه هي اول مره اللي راح نروح نزورها، الوغ حبيت بيسوغ نشارك مع خياتي وخواتاتي الفيديو هدايا. رانا هنايا كما قلت لكم في الشفه اكزاكت، وسمها عنصر القرده. فوالا، الوغ تبعوا ان شاء الله الفيديو نكتشفوا اونصومبل هاد البلاصه هادية اللي بزاف اللي قالوا عليها شابة. وبالنسبة للمكان هدايا واسمه عنصر القردة، معنتها راح نشوفوا الداخل شو هذا. الوغ واش فيه تاني؟ فيه اوتيل، فيه ريستوران، فيه كافيتيريا، فيه شلال، فيه قاعدة شابة بزاف 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 على الشلال، وفيه تاني حديقة حيوانات. والدخلة راكو حتخلصوا 5000، فوالا تخلصوا 5000 على الواحد، وتدخلوا عند ديكوفريو البلاصة هادية الشابة بزاف. الوغ نخليكم تشوفوا الفيديو، وما تنساوش تخلوا لي بتي لايك بيان سور او كومونتير، ونقول لكم فرجة ممتعة. شنطة بصحة بيت كبار أوتيل. حولك هنا يا أوتيل. جبنا فيها قهوة هايلة ورانا مكملين. هي سخونة هذا شنو؟ ريستور بيتزيريا. عنصر القلادة، ما بحديقة حيوانات. هالي تيتي صح خبط خبط ثاني جامي جيت كان من حيوانات يطلبون زيت الله الوغ. بالنسبة هنا للدخلة تخلصوا هكذا تيكي 5000، وتدخلوا الحاجة الأولى نبداو هنا بحديقة الحيوانات. نوريكم أبي بخي واش كاين. سنجاب شتو هاولي كاين زوج حمام. قاووس هنا كاين مصلى كانت قاووس. واش شابين كاين بزاف. واحد لهيه هنا شابة
يطلعوا الواد على الشلال. هاد هادو ما هنايا دي شومبر تابعين لوتيل. هنا الكريا كاين اللي فيهم لي كليم كاين اللي لا على واقع. هنا يطلع على هاد الواد من فوق استراحة عائلية. دوك نطلعوا هذا مسكين ومدوخ سرعته استان. نون مسكين رقيق مفتايح فايحين. هذا مشي مكتوب اسمه ماما تصفي طاوس قالوا طاوس الديك البري شو شايف شو الديك البري ها الله نعرف الديك الحب هاشي قرقر وديك البري هاي كاين زوج صح ديك الحبشي وديك البري. هذا نورمال تاعنا هذا اللي ما نعرفوش بزاف روحنا سبحان الله شد كل واحد كيش عامل هنا الأرنب الغيني شتو مش عاملين كل هيك الصقر كبير جدا شحال فايحين فايحين هو اللي دف قلبيه كبير هاوليك طلع شوف عمك شو هذي تنزين دليها له يخرج هذي تمنقل باش تقربي هاتي بسبع جامي بديك المصر هنا مش كاين الديك المصري هذا هو المصري شابة هنا قاعدة شو كيما دوك شلالات كفريدة بارد كعومة إلا ما تنسى Thank you.
خليك تنوصل فوقه. طلع الموش كاين ده والو لا هنا خلاص ما مازال من الفوق مازال من الفوق من الفوق ها مش هادي واقع انا هاي الخبز انا قاعد متنايم اه بيان يجوا هنا يقعدوا هم لي زول
وبهذا نكون لحقنا لافان تاع الفيديو تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد النزهه هاديه وهاد البلاصه اللي جبتها لكم. نتمنى ان شاء الله كاع تزوروها وان شاء الله تعجبكم. ونقول لكم ما تنساوش تخلوا لي بتي لايك ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.